بين قائم مقام قضاء تكريت عمر طارق الشنداح الجوانب الإيجابية لقرار خلية أزمة صلاح الدين في تمديد فترة الحظر الجزئي إلى 9 مساء، منوها إلى ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس والتقيد بالتوقيتات المحددة بالقرار لضمان سلامة الجميع. القرار الأخير للسيد محافظ صلاح الدين في تمديد ساعات حظر التجوال إلى الساعة 9 مساء كان لمناشدات المواطنين المتكررة لخلية الأزمة الفرعية والرئيسية في المحافظة، لإعطاء مجال حقيقة لتنشيط الحركة الاقتصادية أكثر في مركز المحافظة وعمومها. يعني كما هو معلوم، فرض حظر التجوال فيه تأثيرات جانبية سلبية على النشاط الاقتصادي عموما، ويعني تمديده خلال هذه يعني الفترة أعطى مرونة لهذا النشاط بأن يكون يعني إلى إمكانية أن يتعافى شيء فشيء. حقيقة هذا الإجراء كان كما أشرت لتكرار المناشدات، شريطة الالتزام المواطنين بشروط السلامة الذاتية من خلال يعني ارتداء الكمامات والكفوف ويعني تعقيم اليدين في مختلف هذه الأنشطة. هذه الإجراءات تأتي لحماية المجتمع ذات الأفراد، المجتمع، العائلة، نهيب المواطنين خلال هذه الفترة يعني توزيع أوقات تواجدهم في الأسواق ولأجل التبضع، أن يكون هنالك توزيع للأوقات، يعني لا تكون هناك تجمهر أو اكتظاظ في ساعات يعني معينة، حتى يعني على الأقل نضمن أن يكون هنالك تباعد اجتماعي للمواطنين خلال هذه الفترة.